هاي، كيف كنت؟ بتمنى تكون بخير ان شاء الله. اليوم جايب قراءة عاطفية لبرج الحوت، رح احاول احكي عن مشاعر الحبيب، نواياه، والى متى تطول علاقتكم مع بعض. رح احكي كذلك عن مشاعرك انت ونواياك بالتوازي مع العلاقة مع الحبيب، ورح احكي عن مستقبل العلاقة مع بعض. رح احكي كذلك حتى عن العزاء، هل في شخص جديد بحياتهم او لا. وما تنسوا انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. اذا حسيتوا انه هذه القراءة لا تعنيكم او لا تتحدث عن طاقتكم، حاولوا تشوفوا فيديوهات جديدة. وهذا كل شيء. وكمان بدي اقول انه هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني. وشكرا لكم. بداية يا برج الحوت، طاقتك يا برج الحوت عم شوفه تقول إلى استقرار أكتر. يعني أنت حاليا عم تشعر باستقرار عاطفي، حتى استقرار مادي. عم تشعر باستقرار داخلي جواتك، حتى مع الحبيب عم شوف في استقرار وتوازن بهذه الأيام. للبعض حتى ممكن شوف في ربح مادي كتير كبير عم يطلع لهم، عم شوفهم في ربح حتى بكل شيء يتعلق بالأراضي، يتعلق ب الأموال، زراعات. ممكن عندك هذه الأمور تنجح بهذا الوقت. إذا أنت بتشتغل بهذه المجالات، فأنا عم شوف الربح المادي سيأتيك من هذه الأشياء، من الزراعات، من الاستثمار حتى بالعلاقة. ممكن يجني لك ربح كتير كبير. حتى عم شوف في إذا عندك أراضي للبيع أو شيء، فعم شوفهم عم يجلبوا لك مال من ورائهم. أوكي، عم شوف حتى طاقة الحبيب هذا الإنسان كتير سعيد، عم شوفه سعيد ومتلهف لرؤيتك، عم يشعر بحنين لإلك، عم شوفه عم يتذكرك كل الوقت. صراحة لا، بهذه القراءة ما عم شوف أبدا في خصامات، عم شوف في حب وفي شغف. عم شوفك متحفظ على مشاعرك يا برج الحوت بهذا الوقت. بس انت كتير بدك انه تكون مع هذا الانسان. عم شوف في حنين وفي اشتياق كتير لإله. عم شوف حتى مشاعرك ممكن تكون متحفظ فيها، وحتى ممكن متعلق زيادة بهذا الانسان. عم شوفك حتى متعلق زيادة، متشبت بهذه العلاقة. يعني في تعلق كتير كبير بيناتكم. أما بالنسبة للشريك، بشوف مشاعره شوي. هذا الإنسان عم يفتقدك، ممكن أنتوا عم تفتقدوا بعض، عم شوف كتير في افتقاد واشتياق لبعض. ممكن هو بعيد عنك لهيك عم تشتاقه، أو أنتوا علاقتكم كتير وطيدة مع بعض وكل وقت عم تشتاقوا لبعض. عم شوف هذا الإنسان بيضل يتخيلك بتفكيره دائما، عم يرسمك بخياله، عم يحلم معك، عم شوف في أحلام، عم شوف في أشياء كتير كبيرة عم يحسها هذا الإنسان اتجاهك. أما بالنسبة للأشياء اللي ما عم تحبها بهذا الإنسان، ممكن هذا الإنسان شوي هيك متقلب المزاج، شخص منه ثابت، شخص اوقات عم تلاقيه بطباع واوقات بتلاقيه بطباع جديدة. يعني ما بتحس حالك انت مع شخص ثابت كتير. اما بالاشياء اللي عم تحبها انت فيه، عم شوفك انه دائما تقدر انه بالرغم من انه بيعمل اشياء ما عم تروق لك او ما عم تعجبك يا برج الحوت، بس بضل يشتاق لك، بضل يطلب السماح منك. ممكن لما بيرجع بيقول لك انه لم يستطع العيش من دونك، لم يستطع ان يمضي ليلة من غيرك، بيشتاق لك كتير، بيحلم معك كتير، بيحكي لك هيك كلام بحسسك انت يا برج الحوت انه بدك تكمل حياتك معه. دائما عم تشوف انه بدي سامح هذا الانسان.
الإنسان، دائما بتقول أنه يعني بتنسى كل الأشياء اللي عم يحكي لك عنها مش حلوة، وبتسامحه دائما. يعني حاليا عم شوفكم على وفاق، ما عم شوف صراحة بهذا الطاقم ما عم يطلع لي خصامات، بس عم شوف العلاقة شوي بهذه الأيام أو بشهر فبراير، يعني في صلحة وفي كلام وفي تبادل للكلام الحلو. عم شوف حتى الأشياء اللي ما عم يحبها هو فيك، ممكن أنت بالنسبة لإله بتاخد وقت كتير مع حالك، أوقات بتنعزل عن العالم الواقعي، أوقات عم تبتعد عنه، أوقات بتكون شخص، لأنه أنت يا برج الحوت شخص روحاني كتير، وأوقات تلجأ للعزلة، تلجأ للصمت، تلجأ للسكوت ببعض الوقت، وهو أوقات عم يزعجه هذا الأمر. أوكي، ممكن هذا الإنسان بحب يضل يحكي معك طول الوقت، ما بحب أبدا إنه تبتعدوا عن بعض، هو ممكن وأنت كذلك أوقات عم تلزقوا ببعض هيك، بتضلوا تحكوا مع بعض وتسألوا ببعض. هو يعني ما بحب فيك العزلة لما بتكون هيك منعزل. الأشياء اللي بحبها فيك على أنه دائما فريش، ودائما شباب، دائما محب للتجديد، محب للجمال، بشوفك على أنه أنت شخص دائما هيك عندك روح شبابية وروح طفولية يا برج الحوت. عم شوف النوايا، نيتك أنت بدك أنه تكمل هذه العلاقة لتصل إلى مرحلة الزواج، أنه تكون شيء مرسم. بشوفك بدك تكمل هذه العلاقة لتصير زواج إن شاء الله. أما هو كذلك بس بده، يعني عم شوف الحبيب بحبك هذا الإنسان كتير، بس هو الفرق إنه بده يحسن العلاقة تصير أحسن. يعني ما عم شوف تفكير بالزواج أكتر ما بشوفه البحث عن الاتفاق والحب والشغف. هو هيك بده. إذا كنت امرأة، النساء طبعا بحبوا زواج أكتر، بحبوا الأشياء القانونية إنه يصير الأمر مرسم. أما الرجل بطبعه فهو يتهرب من المسؤولية، ما بحب يكون بمسؤولية، ممكن بحب الحب، بحب العشق، بس ما بده هيك مسؤولية ومال وصرف فلوس وهيك، ما بحبه. عم شوف مستقبل العلاقة بيناتكم، عم شوف العلاقة كتير فيها تعلق شديد، انتم متعلقين ببعض، ممكن هذا التعلق رح يأذيكم وبذات الوقت رح يخليكم مع بعض. انتم بتأذوا بعض لأنه كل واحد عم يتشبت بالآخر كتير. إذا مثلا ما سأل عنك أو ما سألت عنه كل واحد بيزعل. بس يعني ممكن العلاقة تقول إلى شيء من الزواج، بس يعني هذا التشبت رح يأذيكم وبذات الوقت رح يخليكم مع بعض، لأنه ما بتقدروا أبدا أو لا تستطيعون أنتوا بتقعدوا عن بعض. أما بالنسبة لعزة برج الحوت، عم شوفهم حاليا بخصامات، ممكن عم يراقبوا الحبيب، عم يبحثوا عنه على السوشيال ميديا، عم شوف في مراقبة، في بحث، بدهم يرجعوا عم شوف حتى دائما عزاب برج الحوت عم يدعو انه يعني تكون في كارما او يكون في عدل. يعني كأنه بدكم هذا الانسان يرجع لإلكم، يفتقدكم، يطلب من السماح منكم، بدكم هيك كارما انه ترجعوا كرامتكم انتو يا برج الحوت. عم شوفكم حتى لو انتو بتفكروا بشخص اخر او بدكم شخص اخر جديد، فانا عم شوف الطاقة او التفكير الحالي فهو بالحبيب السابق. يعني نصيحة الورق لإلك، يعني انه تهتم اكتر للوضع المادي، تهتم اكتر للوضع العائلي، لانه ممكن العلاقة حاليا لن تكون، يعني او الحبيب ما نشوفه رح يطلب السماح منك.
للبعض منكم عم شوفون مرتبطين او عم يتحدثوا مع شخص متزوج او انتم متزوجين. عم شوف يعني في استشفاء لألكم اذا انتم عم تحسوا باشياء كتير كتير متعبة، فانا عم شوف انه في استشفاء لألكم. اوكي، عم شوف انا انه للبعض يعني بيعرفوا شخص متزوج او هم اللي متزوجين. اذا ما كانت هذه الحالة، فانا عم شوف انه هذه العلاقة رح تقول الى زواج، رح يعني رح تثمر الى ان تصير زواج. بقلك هون لازم دائما تثق بالاتجاه او الاشياء التي ستكتب لك، لانه كلها فيها خير. بقول لك كمان هون في ترولو، في انه في حب حقيقي عم تعيشه انت، يعني في حب متبادل بيناتكم. عم شوف في حب وفي استشفاء داخلي، في اوضاع تتحسن لبرج الحوت. عم شوف صراحة الحوت حاليا في وئام مع الحبيب، يعيش لحظات حلوة مع الحبيب. ممكن تؤدي هذه اللحظات الجميلة لترسيم علاقة، لزواج، لأشياء حلوة كتير. بشوف القراءة كتير حلوة، وبتمنى لكم يا برج الحوت من كل الخير والمسرات. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.